صباح الخير عن جديد. وهلا فرح رح اروح لفقره مهمه كتير لكل الصبايا ولكل السيدات حتى الشباب هلا، يعني هلا مزبوط سلمى، حتى الشباب هلا صاروا بيحاولوا يكون الوزن مثالي مثل الصبايا، واوقات بنشوف حرص اكثر. كثير من الحميات الغذائيه اللي جربت بالفتره الاخيره، كثير ناس سلمى حتى كان لهم وجهات نظر انه الصيام المتقطع هو الحل الانسب لخساره الوزن، فعندنا كثير اسئله واستفسارات حول الصيام المتقطع، هل هو صحي؟ كل الأوزان ممكن تزبط مع الصيام المتقطع؟ كيف النتائج الإيجابية اللي ممكن نحصل عليها؟ هل من الممكن كمان أنه نخسر جزء من الفيتامينات اللي بتكون موجودة بالجسم؟ كل هاي التفاصيل رح جاوبنا عنها أخصائية التغذية وردة جبور. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك. هلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أول شيء صباح الصحة، يعني بنعرف وكنا خلال يمكن شهر رمضان حكينا كتير عن فكرة الصيام المتقطع وقديش هو مهم وممكن يعطي نتائج مع بعض المحاذير لبعض الأشخاص. خلينا نبلش نسترجع هيك معك ومع المشاهدين أكثر، فكرة الصيام المتقطع على شو قائمة؟ تمام. هلا أول شيء الصيام المتقطع هو آلية بتساعدنا لنزول الوزن، فينا نعتبره نظام غذائي بس ما فينا نعتبره نظام غذائي، يعني لايف ستايل فينا نطبقه مستمر، يعني مستمر بشكل مستمر. هلا بيعتمد على أي أساس؟ نحن وقت بنقطع الأكل بيصير في الجسم بيدور على مصدر للطاقة، فأول شيء بيخلص السكر الموجود بالدم، بعدين بينتقل للجلايكوجين الموجود بالكبد مخزن، بعدين بعد 8 ساعات من هاي الفترة الصيام الطويلة ببلش يدور على مصدر تاني، فبيروح على الدهون. على الدهون. بس بهاي الحالة نحن لازم ننتبه مشان لأنه هو بيروح للدهون وبيروح للكتلة العضلية، فنحن إذا كنا عم نمارس رياضة بشكل مستمر ففينا نحافظ على الكتلة العضلية وما نخسر عضل، بس نخسر دهون. فهذا المبدأ العام، وهذا المبدأ الصيام المتقطع ليش بنستخدمه بتنزيل الوزن. وردة بس خلينا نحكي بالتفصيل عن فعالية هذا النظام، قد ايه انت مع وقد ايه انت ضد؟ شو سلبياته وايجابياته اليوم؟ هل في اوزان معينه ممكن تتبع هذا الصيام او لا؟ بتقولي مثلا ممكن في اوزان معينه نلجا للصيام من نوع ثاني. تمام. هلا هي بتختلف حسب الاشخاص، يعني الاشخاص اللي عندها بدانه مرضيه، يعني البي ام اي عندها فوق ال 35، حسب يعني البي ام اي اللي هو فينا نقول الوزن مقارنه مع الطول، وقت بيصيروا بمرحله بدانه متقدمه يعني من الدرجه الثانيه، فهذول الاشخاص نحاول قدر المستطاع نبعد عن انه هن ينزلوا وزن عن طريق الصيام المتقطع. ليش؟ لانه هدول الاشخاص ممكن يصير عندهم مشاكل اضطرابات غذائيه، يعني بعد ما مثلا بس يصير وجبه الفري بس يوقف هذا النظام ممكن يصير في عنده نهم على الاكل بشكل مستمر. هلا هدول الاشخاص مين الممنوع انه يعملهم؟ هن الاشخاص مثل ما قلنا عندهم اضطرابات غذائيه يعني الشراهه على الاكل مثل بوليميا، الاشخاص اللي عندهم سكري من النمط الاول يعني بياخذوا انسولين، الاشخاص مثلا اللي دائما مشغوله او رياضيه فهي وما عندها وقت تاكل، فهي الاشخاص من بعد عن الصيام المتقطع لانه هذا الشيء بيأذيها وبينزل لها كتلتها العضليه. اما الاشخاص الايجابيات فينا نقول، سالتيني عن الايجابيات، شو هي ايجابيات للصيام؟ ايجابيات للصيام اول شيء هو بيضبط سكر الدم، لانه نحن دائما بنعرف انه بمرحله الصيام لساعات طويله يعني بعد الثمان ساعات فبصير يعني هرمون الانسولين هو بادنى حالاته، فهذا الشيء بيساعد مرضى اللي عندهم مثلا مقاومه انسولين او البنات اللي عندها مبيض متعدد الكيسات او مشاكل هرمونيه، هذا الشيء كثير بيساعدهم لانه اغلبهم بصير في بيكون عندهم مقاومه انسولين او معرضين للاصابه بالسكري من النمط الثاني، يعني ياخذوا ادويه متفرعه. يعني وردة انت ما عندك ضد ابدا الصيام المتقطع، بالعكس بتشوفي انه له ايجابيات؟ ايه تمام، انا بشوف انه له ايجابيات اكيد بس حسب الحاله. طبعا. كل حاله لها نظام معين، بس بنفس الوقت هي في كثير اشخاص مفكرين انه هو النظام الغذائي الصيام المتقطع هو بينزل وزن اكثر من الانظمه العاديه، بس هي الفكره غلط. عملت دراسه بالصين ل 139 شخص، كانت هدول الاشخاص هن تقريبا في عندهم بدانه او على زياده وزن، اجوا عطوهم سعرات للرجال 1800 سعره وللسيدات 1500 سعره، وعملوا مراقبه لهدول الحالتين، عملوا صيام متقطع واشخاص اخرين عملوا نظام عادي.
اللي بعد 12 شهر وجدوا أن هدول الأشخاص كان نزولهم نفس الشيء ومتقارب. فهو بنرجع لفكرة أنه حسب الحالة وحسب الجسم. حسب حالة وحسب نحن شو الهدف. يعني مثلا الأشخاص اللي عندهم مثلا الكوليسترول عالي، الشحوم الثلاثية عالية، هدول الأشخاص بيستفيدوا على الصيام المتقطع. وبنفس الوقت حسب الأكل اللي نحن عم ناكله بهذا الوقت. يعني نحن أكيد وقتا منصوم مثلا 16 ساعة وبجي باكل أنا أي شيء وباكل حلو، هذا الشيء أكيد ما رح يساعدني. فحسب إذا كان الهدف شو هو وحسب حالة الشخص والحالة المرضية اللي بيعاني منها. وهون بدي أسألك، نحن بنسمع كتير عن الصيام المتقطع بس ما بنغوص بتفاصيل شو لازم نشرب وشو لازم ناكل. هلأ بنعرف إنه هذا النوع من الصيام بده سوائل، بيشرب فيه الشخص سوائل كتير. في ناس بتحب العصائر، في ناس بتحب مثلا اشياء تانية. خلينا نحكي شو المسموح ينشرب ويتاكل وكيف تقسيمة الوقت تبعه. تمام. هلا نحن اول شيء خليني احكي لك شو ممكن يكون شو انواع الصيام لبعدين ننطلق بعدها شو ممكن ناكل. هلا في كثير انواع للصيام. ممكن نحن نصوم 12 ساعة وناكل ب 12 ساعة. هذا الصيام كثير سهل وكثير في اشخاص بيعملوه يعني بالحالة العادية، يعني ببلشوا اكل 8 الصبح وبيوقفوا 8 المساء، وهدول الاشخاص ما بيخسروا كتلة عضلية لانه هن عم ياكلوا بفترات كثيرة. ثاني نوع من انواع الصيام اللي هو بيصوم 16 ساعة وبياكل ب 8 ساعات. يعني مثلا بناكل من الساعة 12 للساعة 8، هذا وقت اكل 12 الظهر ل 8 المساء، او مثلا الافضل وقت هو من 10 الصبح لل 6 المساء. في انواع كمان الصيام من الاشخاص اللي بيصوموا 20 ساعة، بس هدول اشخاص يعني هدول عم بحكي باقي انواع الصيام هي ما كثير عمل لها دراسات. افضل انواع الصيام هي 12 ب 12 او 14 ل 10 ساعات، او 16 ساعة صيام و 8 ساعات اكل. وفي اشخاص في كمان انواع من الصيام المتقطع بتكون فينا نقول بيصوموا 24 ساعة مرة بالاسبوع، بس كمان هدول بدهم استشارة دكتور اذا كان في عندنا مشاكل صحية واستشارة اخصائي تغذية. هلا بننتقل لشو المسموح وشو الممنوع. هلا بوقت الصيام 16 ساعة انا رح احكي لانه الافضل نوع من انواع الصيام هو 16 ل 8، فهو اللي رح ركز عليه. بهذا الوقت اللي هو صايمين فيه من 16 ساعة لازم نركز على المي، المشروبات الشفافة فينا نعتبرها مثل زهورات، قهوة، متة، مشروبات عشبية ما بينضف لها لا سكر ولا سكرين أو سكريات صناعية، يعني محليات صناعية، ولا حتى مثلا مثل العلكيك لأنه كمان فيها محليات صناعية حتى لو كانت بلا سكر. في منهم بيكسروا للصيام، سكرين بيكسر للصيام. تمام. أغلب أنواع لأنه بيعطوا طاقة. هلأ نحن دائما يعني ممكن يعطوا طاقة حتى لو بسيطة، فنحن لازم نبعد عنهم قدر المستطاع. شغلة تانية بدي أقولها أنه هنا مفكرين العالم أنه يلا معلي إذا مرقت شغلة بسيطة هي ما رح تأثر. هلأ هي المبدأ العام أنه نحن كسرنا الصيام فرجع هرمون الأنسولين رجع طلع، ونحن المبدأ أنه نحن بدنا نضل هرمون الأنسولين واطي، وبهذا الشيء بهاي المرحلة نحن منبلش نحرق. فهي الكمية كسر الصيام بأي شيء بغض النظر عن الكمية هو اسمه كسر الصيام. نجي على بأوقات الأكل هدول 8 ساعات عشو منركز. هلأ يفضل نحن نركز على الشغلات، أنا دائما بفضل أنه نحن نعتمد على وجبتين رئيسيات، يعني فطور يا أما فطور يا أما عشاء وغدا وسناك، ونحاول يكون بهدول 8 ساعات تكون كل ساعتين لثلاثة عنا وجبة، لأنه إذا نحن ضمينا الوجبات قريبة على بعضها فنحن ما رح نقدر نكفي كميات. يعني أنا أكيد ما رح أقدر أكل أفطر مثلا الساعة 12 وأكل ساعة 2 مثلا غدا، فأنا بهاي الحالة ما قدرت أكل كميات وبنفس الوقت قللت سعراتي، وهذا الشيء رح يأثر لقدام على نقص الفيتامينات، وكمان ما بيعود بينزل وزننا لأنه نحن خففنا سعرات. فنحن لازم نعتمد على ساعات دائما ناكل فيها. اول شيء لحتى ينتظم هرمون الانسولين ويصير هرمون الجوع دائما ينفرز مع العقل انه انا هذا وقت اكلي. يعني مثلا انا نفترض 12 4 8، انا هدول الاوقات حاول اني اكل فيهم قبل بساعه بعد بساعه ما في مشكله، بس نحاول بهذا الوقت تقريبا عشان نقدر نكفي الكميه. ثاني شيء
نحن بما انه نحن هلا وطينا هرمون الانسولين فنحن لازم نعتمد على انه ما يصير اذا اكلنا جانك فود او اكل جاهز او سكر بكميات كبيره فنحن رح يصير في عنا ذبذبه للانسولين للمره الثانيه، فنحن الهدف اللي كنا عم نمشي عليه بهدف الصيام المتقطع ما عاد موجود. فيفضل نحن نعتمد على اكل صحي فيه بروتين وكارب، بروتين وكارب ودهون صحيه. يعني مثلا رح اذكر مثال، انا ل 8 ساعات شو ممكن ناكل؟ ممكن نبلش على 12 مثلا ببيضه مسلوقه مع معلقتين لبنه مع رغيف خبز اسمر، نرجع يكون سناك مثلا حبتين فواكه مع قبضه مكسرات، يعني نعتبر 10 حبات لوز او 5 حبات جوز، ونرجع نتغدى مثلا 9 معالق رز مع لنفترض كوب ملوخية أو فاصولية ما بتفرق، يعني أي شيء خضار مع مثلا 6 قطع شيش لنفترض. هلا أما الأشخاص اللي ممكن يكونوا ما بيقدروا ياكلوا كمية بروتين عالية، فنحن فينا نعتبر مصدر البقول مثل العدس مثلا، مثل الفول، مثل الحمص، هي مصادر بتقدر تعوضنا على البروتين الحيواني إذا ما قدرنا ناكل. السؤال دائما بيقول إنه نحن إمتى بنقدر نحصل على الوزن اللي نحن بدنا إياه؟ أنت بنقدر نشوف نتائج بالصيام المتقطع صح ودي إنه نحن بنقدر بفترة يمكن شهر نزل وزننا بشكل كتير كبير أو لا؟ لا هلا مثل ما قلت انه هو نظام نزوله نفس النظام العادي طبعا. فنحن المعدل تقريبا للنزول هو الطبيعي يعني بين 4-6 ماكسيموم 8 هي بتكون عند الرجال، لانه دائما الرجال بينزلوا اكثر من النساء، بس هو لازم يكون لا يفضل النزول اكثر من هيك، لانه بهاي الفتره بهذا الوقت اذا نزلنا كميات كبيره بتكون مهدده الكتله العضليه، فنحن بدنا نحاول قدر المستطاع انه نحافظ على الكتله العضليه. وسطيا قد ايه ممكن نخسر بالشهر؟ قلت لك 4-6 وممكن 8 ماكسيموم. طيب خلينا نحكي شوي عن الأوزان، يعني مثل حكينا يمكن الحالات الخاصة شو الأمراض مثل السكري وغيره ما بيصير يعمل صيام متقطع، طيب شو الأوزان الأنسب؟ يعني أي شخص مثلا بيقدر يعمل صيام متقطع ولا لازم يكون في وزن معين؟ نسمع سابقا كانوا يقولوا مثلا النظام الكيميائي لازم من فوق 100 وشوي بعض الأنظمة، يعني فخلينا نعرف كمان هاد مين اللي بيقدر يعمل شو وزنه لازم يكون. هلا يفضل الأشخاص اللي عندهم زيادة وزن ما وصلوا لمرحلة البدانة، يعني الأشخاص هي معلومة كتير مهمة لازم نفرق بين زيادة وزن شوي بسيطة وبدانة. تماماً. شو المقصود فيها؟ يعني نحن فينا نعتبر يعني أنا لنفترض شخص أو بنت طولها 1.55 فينا نعتبر أنه من وزن تقريباً 6 يعني أكثر ب 15 كيلو هذا يعتبر زيادة وزن، بعدين منبلش بمرحلة البدانة، يعني نحن بهذا الوزن نحن بنقدر نعمل صيام متقطع ومع ممارسة الرياضة برجع بقول، بس مع هيك نحن حتى الأشخاص اللي بيعانوا من بدانة نحن بنقدر نعمل لهم صيام متقطع، هذا ما أنا محرومين منه، بس هو مثل ما قلت لك حسب لايف ستايل الأشخاص ما بيعطي نتيجة نفس الغير لا لا هو نفس الشيء، يعني هنا مثل ما قلت لك الصيام المتقطع نفس النظام العادي بيعطي نفس النتيجة، بس حسب شو عنده هو، إذا عنده دائما مثلا الأشخاص اللي كتير بنقرشوا هدول الأشخاص كتير بتفيدهم صيام متقطع لأنه بتضبط لهم أوقاتهم. الأشخاص مثلا اللي دائما بضلوا بلا فطور ما بيحبوا وجبة الفطور، بحسوا إنه بس ياكلوا وجبة الفطور هن بيجوعوا بعدها بضلوا جوعانين كل النهار، هدول الأشخاص بيناسبهم صيام متقطع. فهي حسب حالة الشخص مثل ما قلت لك، الأشخاص اللي عندهم شراهة وبتقلي أنا معقول بس بدي أكل هاي الكمية بدي أكل بس 3 وجبات، هدول أكيد ما بيمشي معهم صيام متقطع، فهي بتمشي حسب الحالة. هي هي أغلب كمان الأول. في سؤال إنه إحنا الأطفال يلي بيعانوا من زيادة الوزن أو البدانة إذا بدنا نقول إحنا بنقدر كمان نستخدم معهم الصيام المتقطع، وأنت بتشوفي إنه له نتائج مع الأطفال؟ هلا أنا أبدا ما بستخدمه مع الصيام المتقطع. هلا الفكرة إنه نحنا في أوقات مع الأطفال أوكي نحنا الهدف نحن تنزيل الوزن، بس نحن اذا ما بلشنا من الصغر نحن نعلمهم عادات صحيه ما أنا كثير قدوه، يعني نحن نلغي لهم وجبه الفطور، عم نقطع لهم سناك ثاني، يعني عم نقص لهم مغذيات هي ممكن تفيدهم لحتى يوصلوا لفوق ال 18. فنحن ليش نبلش هيك؟ نحن ننزلهم بشكل بطيء بنظام غذائي صحي فيه 5 وجبات، 3 وجبات رئيسيه وسناكين، هذا الشيء اكيد افضل.
طيب كمان خلينا نحكي عن المدة. صحيح هي بتفرق بين جسم وجسم وحسب اللايف ستايل مدة الصيام المتقطع، بس هل هو يوميا ولا مثلا ممكن يكون يومين او ثلاثة بالاسبوع؟ كمان في ناس كثير بتسأل انه انا بدي اعمل هذا النظام كل يوم. تمام، هلا هو فينا يفضل نحن نعمله اسبوع، يعني بالشهر اذا بدنا نعمله اسبوعين ونرجع نرتاح. هلا نحن كمان فينا نعتبر كمان فينا نستخدمه للاشخاص اللي صلى ثابت وزنه فتره، فنعمل له شوك للجسم يعني مثل صدمه، نرجع نخليه يحرق من جديد. فهو ما في مده معينه فينا ناخذها بعين الاعتبار، بس كمان المده الطويله هي عم تعطي تاثيرات شوي سلبيه نوعا ما، وخاصه على السيدات، لانه ممكن عم تاثر شوي على يعني عم تأثر شوي على الدورة الشهرية، فهذا الشيء عم يأثر عليها. فنحن يفضل مثلا نعمله شهرين بالسنة أو نعمله لنفترض مرتين بالشهر، يعني أسبوعين، وبعدين نرجع نكسره بنظام عادي ونرجع نبلش من جديد. أكيد وردة بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد حلو سلمان خسر وزن، هذا أحلى شيء بالحياة. صحيح أكيد. نتمنى كمان الكل يكون استفاد اليوم، أعطتنا كثير معلومات مهمة يمكن في ناس كثير ما بتعرفها عن الصيام المتقطع. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا كثير. شكرا.